الصديق هو الصادق ولكن بشكل مضاعف. في فرق بين صادق وبين صديق، لأن وزن صديق هو وزن يدل على الكثرة وعلى المضاعفة. فالصديق هو الذي يكون صادقا في قوله، بمعنى أن يكون قوله مطابقا للواقع. لما خبرك الخبر يكون قولي مطابقا للواقع. الثاني أن يكون الإنسان الصادق هو معتقد بما يقول، لأنه في ناس قد يخبرون بأشياء تكون مطابقة ولكنهم لا يعتقدون بها، كمن يبلغ بأمور الدين ويتحدث عن الدين ويكون غير معتقد بهذه الأمور بشكل كبير. فهو يكون صادقا بمعنى أن قوله مطابق للواقع، بس هو هذا القول مش مغروس في داخله. سامعين هاي لي مرة واحد قال له لتلميذه، قال له من قال بسم الله بنية صادقة يستطيع أن يمشي على وجه الأرض. على بغض النظر عن صحة القصة بس فيها عبرة. مرة هذا التلميذ كان منزله على قاطع النهر أو في القاطع الآخر للنهر ولم يجد قاربا، فتذكر قول أستاذه فقال بسم الله فمشى على وجه الماء. فمرة عزم أستاذه على البيت كمان لم يجدا قاربا، قال له اتكل على الله بسم الله وبنمشي. قال له لا، كيف بدنا نمشي؟ هو المعلم وياها. قال له بنغرق، لأن هو حينما قال له هذا لم يكن معتقدا كما يكون الاعتقاد الحقيقي في قلبه. أركان الصديق ثلاثة: قول مطابق واعتقاد مطابق وفعل مطابق. هذا إذا تأمن عنده ثلاث عناصر يكون صديقا. في أمور سهل أن واحد يكون فيها صديق، بس في أمور صعب واحد يكون فيها صديق. يمكن أمر عادي الواحد أنه هو يقول الصلاة واجبة، قوله مطابق للواقع، هو يعتقد بأن الصلاة واجبة وهو يصلي، هذا صديق في صلاته. مسألة سهلة. بس السيدة مريم عليها السلام لما تكون قضية الصدق عندها تستدعي أن تقوم بعزيمة وإرادة وأن تذهب وهي حاملة لطفل من دون أب، وتذهب إلى قومها وهي في مسارها غير متوترة، فعلها مطابق لاعتقادها مطابق لقولها. حجم هاي القضية استدعى أن يقول أمه، ما قال مريم دفته، مش مريم صديقة، أمه من جهة كونها أمه هي صديقة، لأنه قضية أمومتها هي قضية فيها هذا الصدق العالي جدا. فاطمة هي الصديقة الكبرى، ويكمل النبي: فاطمة هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. السلام عليك أيتها الممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك. ممنوع رهك لي زائر المدينة المنورة زيارة كثير قصيرة. امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. فاطمة الصديقة الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وآله في الرواية التي قرأتها، فاطمة الصديقة الكبرى. وإذا كانت فاطمة عليها السلام هي المحور الذي من خلاله سيتحقق المستقبل، لأن من يحقق المخطط الإلهي النهائي هو حفيدها المهدي من ولد فاطمة، هو الذي سيحقق ذلك. فاطمة الصديقة الكبرى. جبرائيل تحدث مع مريم عن مستقبل عيسى، وجبرائيل تحدث مع فاطمة عن مستقبل الإسلام، مستقبل عيسى والمهدي من ولدها. كانت مريم صديقة وكانت فاطمة الصديقة الكبرى لأنها المحور في هذه الحركة، لأنه لولاها لم يكن أبناؤها، ولو لم يكن أبناؤها لما تحقق المشروع ولما نجح المخطط. فإذا كان كل نبي صديق وشهيد، يعني كل نبي هو مطلع على المخطط، فإذا كان مطلعا على المخطط لابد أن يعرف أن محور المخطط الإلهي هو فاطمة.